بمن جوا وبرا اكيد كثير مهم البرا يلي بنهتم فيه ويلي بينعكس علينا نفسيا، بينعكس على شكلنا، وحتى وقتها بنفكر انه من جوا كثير مهم نهتم بصحتنا، اوقات كثير كمان الانعكاس متبادل. دكتور اماني صباغ من نيويو، طبيب التجميل، اهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك معنا اليوم. اليوم عم نحكي وقت الناس بدها تهتم بمن جوا بصحتها ولازم تخسر وزن ضروري لصحتها، بينعكس كثير على شكلها، وبتصير خايفه تضعف تما يتاثر وجهها. اليوم رح نحكي عن تقنيات بتخلي هالاشخاص اللي عم يفقدوا وزن يمكن بشكل بسيط او كبير كيف يحافظوا كمان على صحه وجههم. صح مزبوط؟ صح. هلا عم نشوف بكثير من الصبايا والشباب خاصه اللي على عمر صغير، لانه عاده العمر الصغير يعني نشوف البيبيز بتلاقي وجههم مبروم برم. مع الوقت نحن وجهنا بقلبه كتل دهنية، يعني إذا بتشوفي جواته للوجه بتلاقي أنه مقسم في هيك كتل دهنية كلها مع بعضها. نحن وصغار بتكون كلها معباية ومبروم برم الوجه، مع الوقت بتصير تضعف وبيتكسم الوجه. اللي بيكونوا على عمر صغير في منهم مثلا بيعملوا ماراتونات، في منهم جيم أدكتس، يعني هلأ الرياضة صارت هي كلتشر عنا أنه صحيح. الكل بيروح على الجيم بيعمل سبور. في منهم انه على عمر كتير صغير بيعملوا كتير سبور، والسبور ما حتعرف انه وجه وجسم رح تضعف كل الدهون اللي بالوجه. سو بيصيروا هن حتى لو عمر صغير مثلا جسمهم كتير حلو مبسوطين فيه، بس وجههم عاطي ضعف، عاطي ما عاطي الضعف الحلو، عاطي الضعف المرضي. صحيح. واكثر شيء بيفقس الواحد بيفقس له نهاره اذا حدا انه ليه وجهك ضعيف؟ ليه وجهك ضعيف؟ شو بكي؟ شو صاير؟ صاير وجهك قد الكمشه هيدي، يعني اذا حدا قالها لحدا بينزعله نهاره. صحيح. ففي كثير ناس يعني بصيروا عندهم حيره ما بين انه بدنا نظبط جسمنا وبدنا نضعف، ونأذانين انه ياثر هذا الشيء على وجههم. فهون بتجي التقنيات التجميليه اللي بتلعب دور بتسمعك غير حكي خلال النهار، بيصير بتسمعي انه شو اللي بقلك الضعف بالضبط، انه ضعفانه بس ما مأثر على وجهك. هيدي هي القلب النوعيه بالكومنت اللي بنسمعه، بس نعمل تدخلات التجميليه عند الناس اللي ضعفوا. هلا بس الناس بتضعف كلياتها، يعني مثلا ما في حدا مثلا بيضعف وجهه من هون لا، بيضعف الوجه، بيضعف الوجه كله. لذلك بس نرجع نعمل هول التقنيات بتتدخل للوجه كله. في كثير عالم بتفكر انه لا بدي شيء ناتشرال، بس مثلا ابره نص هون نص هون. صح. انه في حدا بيضعف كل وجهه مثلا بيرجع خدوده لحالهم بينصحوا انه 100%، او بتجي بتقول ست انه انا بس بدي يعني هون زعجني، بس ما بتعرف انه كله معلق ببعضه. بالضبط. فكرمال هيك انه في عالم بتفكر الناتشرال هو الكميه القليله، لا، الناتشرال هو نحن كيف نلحق هذا الوجه شو صار فيه. الوجه كله ضعيف، بالعكس ممكن انا نص ابره حطها بمحل تبرز تبين منا منطقيه، ممكن حط 10 ابر بكل الوجه يبين انه لا واحد هيك بس فايق ومرتاح. صحيح. فهون بيجي دور الفيلرز، وبيجي دور نحن كيف بنوزع هيدي الفيلرز بطريقه كثير ناتشرال، وحتى بنعملهم على مراحل، لانه كمان اذا حدا ضعف، لنقول ضعف حتى لو مثلا شيء مفاجئ بثلاث اشهر مثلا نزل كثير وزن، او الناس اللي بيعملوا سليف. انا يعني مختاره هذا مختاره التوبيك لليوم للمقابله. امبارح اجوا عند 3 بيشنتس عاملين السليف اللي هي الربط للمعده وضعفانين كثير. قلت لهم ما بعرف يعني مثاقبه، عارفين انه بكره عندي الانترفيو. ثاقبت شفت 3 كيسز من هالنوع امبارح بالكلينيك. سو اللي بقول لهم عنه انه مثل ما هالعالم شافت هذا الوجه ضعيف كلياته سوا، ما في حدا بينام بفيق نصحان 10 كيلو بوجهه، كمان منا منطقيه. منا منطقيه. كرمال هيك حتى استرداد هي النضاره للوجه كمان بتكون على مراحل، كل مره على مره ببين انه عم بترد صحتك، عم بترد صحتك. قولي بقلك الضعف مثل ما قلتي. اكزاكتلي. حلو. انا اللي بدي اقوله معك دكتوره اماني يعني عن خبره انه كمان طريقه وضع الفيلر، يعني في طرق يعني غميقه فيشي وين باي مطرح، اختلفت التقنيات وتطورت بشكل يعني اختلفت بشكل صار عشوائي. حتقولي مليون بالميه. نعم. من قبل عم نحكي مش من كثير زمان، يعني عم تحكي 10 years مثلا، كانوا انه نحن شو بصير بس نضعف
ببلشوا هول الفات بادز ببلشوا ينفسوا وبلش ينزل الوجه هيك بهذا النزول بهذا الاتجاه. شو اللي اول شيء بنشوفه؟ هول الزيحان اللي هون. هذا اول شيء بنشوفه. فعاده من قبل كان مثلا يروح حدا عند الدكتور زعجني هول، اول شيء كانوا يعملوه اول ما بلشوا يعملوا فيلرز، اوكي يلا نص ابره هون نص ابره هون. هيدا الشيء از بيج نو هلا، يعني نو واي ما بقى حدا يعمله. ليش؟ لانه الوجه نفس وراح هيك بهالاتجاه. نحن شو بنعمل؟ بنرجع بنعبي مطرح ما راح لنرجع نفتح الوجه لبرا. مش انه الوجه تقل هيك ونزل نزول وانا بجي بعبي هون وهون، بيتقل الوجه اكثر لقدام. ففي ناس بتصير تلاقي وجههم عرض من قدام كرمال هيك، وهن ما بيصيروا بيعرف يصير انه حتى اللي هون بس في شيء ما حبوه لانه ما لحقنا الناتشرال باث واي، الطريقه الطبيعيه لنرجع نرد الوجه والطريقه العلميه. دكتور اماني يعني وقتها بيكون الوجه ثقيل من هون ونحن بنشتغل عليه من فوق وبنرده، بيرجع هيدا بطريقه طبيعيه بدون ما يكون في يعني فيلر حتى يعني حتى طريقه استردادهم بيكونوا مثلا نمشي من فوق لتحت، ما في مثلا انه حدا مثلا وحده صبيه او حدا زعجه هون ما انه نجي دغري على هون ومنشك، لا نشك هون 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 نرجع نوصل لهون. وهيدا الشيء لانه عم نرجع ناخذ هذا المدى تبعه للوجه لحتى يبين شيء منطقي. انا على طول بشبه لهم اياها للبيشنتس انه انتوا الصبح بس بتكون ترتبوا تختكم، انه بتكون انت نايمه على التخت، التخت وين بيكون مكنفش؟ بالنص مطرح ما كنت نايمه. ولا مره حدا بالحياه بيجي على التخت على نص التخت وبيعمل هيك ليرتبه، بيروح على الجنب بيروح على الجنب. سو مش ضروري المشكله نجي نحن ندقر محل المشكله، مثلا المشكله هون ايه انا بحلها من هون وبحلها من هون اند وي ستريتش. حلو. قديش بتاخر؟ بدي بلش اشوف صور كمان، قد ايه بتاخر هالتقنيات اللي عم بتقوليها عمليه شد الوجه؟ لانه كل ما بلشنا بكير وضلينا نشد او نرجع هالجيوب الفات اللي عم تحكي عنها بتأخر بس ما بتعود. ما بتعود اوكي، لانه حتى لو بلشنا بكير حفسر لك ليش. لانه الناس بتختلط عليها شغلتين مع بعضهم. نحن مع الوقت شو بيصير؟ حكينا عن الفات بادز وهن هول الكتل الدهنيه اللي بتنفس وبتنزل اوكي. غير عن هيدا الشيء الجلد بحد ذاتها بترخي وبتخسر الكولاجين منها وبترخي. فهيدول مشكلتين منفصلين كل وحدة إلى حلها. الفات بادز بس ينفسوا بنرجع بنعبي محلهم، الجلد بس ترخي بدنا نشدها. صحيح. اذا بنشدها بكير بنشدها بالتقنيات مثل الليزر مثل الالترا ساوند، الاشياء اللي بتشدها للجلده. اذا صارت مرحله متاخره بتنشد بالليفتنج. كرمال هيك اذا بتسمعي مثلا كثير ناس بيقولوا لك عملت عمليه ليفتنج بتقول لك انه شدلي وشلي دهن من جسمي وحط بوجهي. ليه؟ لانه ما في شيء بعوض عن شيء. حتى العملية مثلا بينشد الجلد بينشد العضل اوكي، والفات اللي نفس شو بينعمل؟ او بنحط فيلر او بنحط فات. فهن منفصلين وكل وحده لها حلها وكل وحده لها طرق كمان وقايه لها. صحيح. عم نشوف بعض الصور دكتوره اماني كيف بينشغل على مثلا هون تحت العين. يس. هول الفات بادز كيف طريقه توزيعهم بقلب الوجه؟ بيكون في عندنا كتل دهنيه سوبرفيشل وديب، بيكونوا سطحيات وعميقين، وكل وحده لها طريقتها وكل وحده لها نوع برودوي. في كثير منهم مثلا بدي اسالك نفس البرودكت بيستعمل؟ ابدا ابدا. كيف مثل بس ما نعمل فيلر للوجه كيف كانه عم تحكي رسام وجاي عم يرسم لوحه. كل ما كتر عنده الالوان قدامه كل ما قدر عمل شيء غني اكثر. نفس الشيء بالفيلرز، يعني مثلا بكون انا عندي اكثر من 20 نوع حتى من نفس البراند. يعني في عالم بتفكر انه مثلا بس هيدي البراند، حسب من هيدي البراند من هالاسم في كذا نوع. في الشيء السميك اذا انا مثلا عم برسم الدقن عم حدد شيء محل العظم عم برسم كسم الوجه، في شيء رقيق يعني لحطه بالدقن غير لحطه تحت العين. فكل منطقه لها نوع فيلر بيختلف التكستشر تبعه، قديش لزج قديش طري قديش هيدا.
بين منطقة ومنطقة. نعم، وهون يمكن في بعض الأخطاء بتصير عند الناس يلي بيروحوا عند غير أطباء اختصاصيين وعندهم هالخبرة، إنه في أنواع فيلر تنحقن بالوجه ما بتكون هي بالمطرح المناسب وبتعمل تكتلات وبتعمل تشوهات. قد إيه بتصلحوا تشوهات دكتور أماني بنيويورك؟ أوقات فينا نصلح وأوقات ما فينا نصلح. يعني كتير أوقات للأسف بيجي عندي كتير patients بقول لهم نقعد بنشرب قهوة بنتحدث بس ما فيني أعمل شيء، بس ما فيني استعلى الوجه. تتذكريها لعبة الميني سويبر؟ كنا نلعبها على هاي اللي بتكبسي وإذا كبستي طلع لك لغم خلص you lose. في كتير وجوه بسميهم أنا الميني سويبر فيسز. الوجه بصير مثل لعبة الميني سويبر، بس ينحط فيه برودوي منه منيح بصير مثل لعبة الميني سويبر. ممكن تشكي شكة وحدة صحيح كل شيء يتفجر بوجهك، فعم نصير بس انه قاعدين عم نداري انه ما يصير في شيء وما يعمل لها مشاكل. العالم كثير بتلخبط بتوبيك معين، انه هن بيفكروا كل ما الفيلر داين كل ما احسن. فبيسالوني مثلا في عندك شيء بيرمننت انه يضل هيدا؟ بقول لهم اذا قلت لكم رح اعمل لكم شيء بيرمننت ما تقبلوا، تحملي جزداني وبتركضي دغري، مستحيل، لانه الشيء البيرمننت ما رح يتقبله الجسم. الفيلر كل ما كان بيور كل ما كان نقي كل ما جسمنا تقبله كل ما رح بسرعه. اللي بيروح بسرعه هو المنيح، لانه الجسم تقبله كشيء من الجسم بكسره مثل ما بكسر الاشياء الثانيه بالجسم. فبقول لهم الف مره يروح الفيلر وتحطه غيره، ولا مره تحطوا شيء ويعملكم مشاكل مدى الحياه. خصوصا دكتور اماني يعني مره حكينا بالموضوع انه الفيلر يلي بيضاين او بيضلوا على طول هالماده، ما هو وجهنا عم يتغير وعم يكبر، يعني وجهنا عم في قصص عم من جوا عم بتزيح محله، وهيدا الفيلر بيضله محله، هيدا اللي بيعمل تشوهات وتكتلات بيزيح، مش بس بيضل محله بيزيح وبيعمل وبيعمل طبقه حواليه بيعمل مشاكل. خلص بيصير مثل عندي كذا الامبل الموقوته موجوده، واوقات حتى لو ما شكينا ابره بتفيق منها وحده، صح بتفيق منها لوحده. فهون على طول بقول لهم منا يعني اللي بيكون عبالها تعمل مثلا وما عندها البادجت لحتى لي تعمل القصص المرتبه، ما تعمل ما تعمل تشتري مثلا عندها هيدي البادجت تشتري فيها كريم مرتب وتحطه على وجهها، ولا انه تحط شيء يعمل لها مشاكل مدى الحياه. يعني منه الفيلر منه توب ولا ما عجبتنا هيدي التوب ابدا، خلص ماكسيموم انه فيني ايه ما احط فيها بادجت انه ما عجبتني بشلحها، لا هي خلص انحطت بالوجه صارت بوجهنا exactly. عم نشوف بيفور وافتر بهالصور كثير كيف انشغلوا صح، يعني من وين هون عم نشوف كيف كان الوجه عبي رجع بعدين صار في ضعف، وبالتقنيات التجميليه رجع تكسم الوجه وما بين تاثير الضعف على هيدا الوجه. وهون بيجي التقنيه اللي استعملت البرودكت اللي استعمله والباترن اهم شيء، البلان اهم شيء البلان، ونلحق نحن نلحق البلان اللي بحط لنا اياها الطبيب. ما فينا نعجقها على الوجه، ما فينا نعمل كل شيء مع بعضه، لازم أبداً نعرف ابدا ابدا انه هي مراحل وبرنامج اكيد. وفي كثير ناس بتستعجل وبتقوم بتصير يعني مثلا حتى لو الدكتور قال لها انه انا في كثير منهم بقول لهم انه مثلا هلا هولي هالقد كثير بيسمعوا وكثير ما بيسمعوا. اللي ما بيسمع بيكون مثلا بيفكروا انه مش انا حطينا اكثر هلا يعني احسن، لا، لانه وجهنا ذكي وبشرتنا ذكيه وبتفهم علينا. فبقول لهم ما فينا نحن نجي نعجقها على الوجه، بده يستوعب نحن مثلا عملنا هيك الوجه بده ياخذ ياخذ وقته يقعدوا محلهم هالقصص نتعود بالضبط اند ذن نرجع بناخذها للنكست ليفل. والتجميل هو عباره عن كومبينيشن لكثير اشياء، يعني ممكن تجي صبيه او شاب لعندي مثلا امبارح اجت صبيه لعندي قالت لي عم بتفكر تعمل بوتوكس وشفافه. اللي عملناه هو شيء كليا مختلف، لا عملنا بوتوكس ولا عملنا شفافه، لانه ما هن اللي كانوا الابرز الاساسي وجه بده اياهم. بنلحق كل وجه شو بده، في منهم بدها تجي مثلا بتجي لعندي بدها تعمل فيلر بس البشره كثير تعبانه. فبصير انا انه يعني انا شو بدي اعمل لهيدا الوجه؟ لو رسمته صار رائع جدا، طالما بشرتها كثير تعبانه ما رح يبين شيء، كانك يعني عندك طاوله زخرفتيها وحفرتيها وعملتي وحطيت عليها شرشف منزوع،
اللي انا قاعده عم مزين فيها واخر شيء مش مبين سو على طول بنلحق انه هالشخص بهيدا الوقت شو لازم لوجهه. وهون مهم الكونسلتيشن، يعني هون مهم انه بنروح لعند الطبيب وبنسال هيدا الطبيب، بناخذ وبنعطي لنعرف شو الانسب لوجهنا، لانه ما في وان رول فور everybody ابدا. حلو كثير دكتور اماني سباق، شكرا. اكيد بنصح كل الناس اللي ضعفت، يعني بما انه هو هذا التوبيك بس رحنا على محلات ثانيه، بدها تعمل عمليه تبلش من هلا تفكر تاخذ اكيد راي الطبيب. كثير مهم انه نضلنا محافظين على صحتنا، صحه وجهنا وصحه جسمنا، ونكون حلوين ببرنامج الطبيب بحطه، وهذا الشيء كثير اساسي. شو الاولويه لنا مش دائما نحن بنعرفها. شكرا لك دكتور اماني سباق، تحياتي لكل فريق العمل بنيو يو فردا فردا. على اهتمامكم فينا بصباح اليوم. بريك وبتابع صباح اليوم.